وتستمر سلسلة تصعيد الاتحاد العام التونسي للشغل ضد حكومة نجلاء بودن فيما يخص المطالب النقابية. فبعد تجمع عمالي بمدينة صفاقس، ألقى الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمة في العاصمة تونس، ذكر فيها ليس فقط بالمطالب النقابية بل أيضا بموقف المنظمة من الحوار الوطني، فأعرب عن رفض الحوار بصيغته الحالية. لا للظلم، واللي عنده ملف وعنده إدانة واضحة يتحمل مسؤوليته والقضاء يأخذ فيه الإجراء نتاعه، وله منا وله لنا منه جملة وتفصيل. هذا اللي قاعد صاير اليوم في تونس. الاتحاد مناش ضد الحوار، احنا دعاة حوار، احنا ثقافتنا ثقافة حوار، لكن أي حوار تحب تتكلم عليه؟ نبرة التصعيد التي اتخذها اتحاد الشغل يقابلها مواصلة الرئيس سعيد لنهجه في الحوار الوطني وفق الصيغة التي اقترحها تمهيداً لتنظيم الاستفتاء في 25 من يوليو المقبل. أعتقد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيمضي في تطبيق مشروع سياسي، وأهم ذلك إنجاز الاستفتاء الدستوري، خاصة وأن مؤشرات سبرارة توحي بأن ثقة التونسيين اليوم في رئيس الجمهورية وفي خياراته ما زالت مرتفعة. ويلوح اتحاد الشغل بخوض إضراب عام في القطاعات العمومية في 16 من الشهر الجاري لممارسة مزيد الضغط على الحكومة لتنفيذ اتفاقات نقابية سابقة أبرزها الزيادة في أجور الموظفين. يؤكد اتحاد الشغل على أن إضراب منتصف يونيو الجاري ذو طابع نقابي وليس سياسيا، في مقابل تأكيد مراقبين على أن سلسلة التصعيد الأخيرة هي رسالة للحكومة والرئاسة بضرورة مراجعة النهج السياسي الذي يعتمده الرئيس سعيد في الحوار الوطني. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.